مرحبا بكم في فيديو جديد لقناتنا لارتيستا تي في. الإعلامية المغربية مريم سعيد اللي ابتعدت عن وسائل التواصل الاجتماعي منذ أشهر ورغم أعلنت انسحابها من برنامج MBC Trending فجأت مؤخرا جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا الانستغرام، حيث لاحظ متتبعيها أنها حذفت صديقها المقرب سعد المجرد من قائمة الأصدقاء ديالها وحتى هو حذفها بالدور ديالو. قالت للصحافة العربية أن السبب وراء هادشي هو أن سعد ما ظهرش الدعم والمساندة لمريم في المحنة ديالها وفي أزماتها المتكررة، وما سولش فيها ولو برسالة هاتفية كيف ما داروا أصدقائها كاملين، وهذا الأمر أغضب مريم بزاف خصوصا أنها سندت جميع المحن اللي تعرض لها خلال السنوات الماضية. ومفاجأة أخرى دارتها مريم سعيد لمتتبعيها وهي أنها الآن رجعت تكمل الدراسة، هادشي اللي أضافته مريم على معلومات البروفايل ديالها في انستغرام وكتبات ستاديين. على ما كيبان لنا ان مريم سعيد رغم الاختفاء ديالها الا انها اختارت طريقه ذكيه وغير مباشره باش توصل اخبارها والجديد ديالها للجمهور.